رسائل ماركين ثلاث اجزاء للرسائل، 13 رساله عنده ثلاث اجزاء تنظيم، وقت الرسائل الاخيره يعني العبرانيين والرسائل العامه، وكسف الرؤيه يعني 10 اجزاء تغطي العهد الجديد كله. هذا يعني ما بقى ممكن واحد يستغني عنه، لانه فعلا يدخله في عمق هاي النصوص الرائعه. لازم يكون لنا دليل حتى نقدر نقرا بفهمه وبعمق اكثر، لا نستغرب من بعض الطروحات العلمية شوية، بس بالعكس هي ساعدنا حتى نصل. يعني لازم نحكي لغة هذاك الزمن، أشهر الكتب حتى اليونانية التي كتبها الكتاب، كل العهد الجديد كله كتب باليوناني. زين، هاي معلومة. إيه ما يونانية؟ ما يونانية مدرسة؟ يونانية ما قبل 2000 سنة، يعني ما لازم يعملوا، لازم يدرسون اليونانية من ذاك الوقت وش كانت تعني المفردات والكلمات والمفاهيم. فإذا شغل كبير العلماء يعملون عدا دراسات التحليلية والنقدية التي تخلي يطبع المعنى الذي أراده الكاتب أن يكون. ولهذا نعطيه الكبة. زين، وقلت لكم يا رب يعني ثقتكم بما نقول. هو السبت اليوم الثالث أكيد يمكن راح شوية تصدمون، لكن أبد ما تخافون، لأنه راح تفهمونه أكثر مما كان تعني واحد اثنين ثلاثة. زين؟ تفضل تفضل تابع أنت معنا حتى تستفيد أكثر. إذا هسه اتهمنا أنه أكو انتقود سعوديين في علوقة، هكذا يكتبون المؤلفين، يعني مع علامة التعجب. يعني كأننا صعود في يوم تتمة اليوم الفصحي، نفس اليوم الذي بينقوم ويرفع إلى السماء، والأخ هذا صعود يهالينا نفتهم أنه تحتاج الكنيسة إلى عون الروح القدس وإنارته حتى نفهم من هو يسوع، نستوعب حقيقة قيامته. هذاك الوقت بديق مبشر به، ما يمكن نقول نحن شهود إذا ما نحن شهود حقيقيين. ولهذا فعلا الكتاب ايش راح نسميه؟ سفر اعمال الرسول، سفر الروح القدس، سفر الروح القدس، سفر الكنيسه، الكنيسه التي بقوه الروح قدرت تحمل بشرى القيامه الى العالم، وعسفها خريطه الطريق التي رسمها يسوع في اورشليم اليهوديه كلها في الثامره والى اقاصي الارض. بهذا الصعود الثاني شوف شو يقول آية 6: كانوا مجتمعين إليه فسألوه يا رب في هذا الزمن تعيد الملك لإسرائيل؟ شوف على ما يفتمون الشرعي يس. فقال له ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي حددها الآب بذات سلطانه، لكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالون قوة وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي اليهودية والسامرة حتى أقصى. لما قال ذلك رفع بمرأة منه ثم حجبه غمى. ليش كتبها؟ شوفوا علماء كثير يدرسون الكتاب المقدس العهد الجديد على طول العهد القديم، دائما اكو ربط كلش وثيق فعلا، بس نحن ما نفتهم العهد القديم، نعود على الاقل خلينا ندخل بالعهد الجديد شويه، وراح نشوف بسرعه حاجتنا الى ان نرجع الى العهد القديم نفتهم اشياء ثيري ما كنا نفتهمها لولا ما وجودي بالعهد القديم. شوف الآية يذكرنا بإيليا النبي، عنده تلميذ إليشاع، وهذا إليشاع قال له أغيث سهمين من روحك بصفته الابن البكر، ولو باء هو ابن، يعني هي حصة الابن البكر هي حصتين. فقال له إذا شفتني وأنا كي أصعد، شوف الكي المصلاوية هو اللي تنفع كثير، present continuous، أنا وكي أصعد وكي تشوفني هذاك الوقت يصير لك سهمين من روحي. ولهذا نقول لما صعد إليشاع يطلع السماء ويغادر يدخل في الغمام، يعني شو معناته؟ دخل في عالم الله، رداء يترك له رداء إيليا
صار لي إليشع. إيش قالوا الناس؟ روح إلي حلت في إليشع. هاي عفا لوقا جابها استخدمها وظفها في هذا المشهد. أن التلاميذ قاعدين فوق يشوفونه كي يصعد. أبدا لا تتخيلون المنظر. هذا كي يحكينه بطريقة أكيد هي رمزية أكيدا. يعني يسوع مثل ما قلنا يوم الذي الله أقامه باللحظة التي أقامه فيها دخل في مجد الله ما بقى في عالمنا. فهذه بس تريد تفهمنا أنه هذا يسوع الذي رفع ما بقى حاضر في الزمن، صار حاضر بالروح القدس الذي أرسله. وهذا الروح هو الذي يلهمهم الشون يشوفون يسوع والشون يحكون ويشهدون ليسوع. واضحة شوية؟ لا أكيد ما في راح تجي بعد شغلة الأخت توضح لنا أكثر لما نصل على موضوع القيامة. فإذا شوفوا شلون خلانا بهالواسطة. ولهذا بعد ما حجبته غمامه بينما عيونه شاخصة إلى السماء وهو ذاهب إذا رجلان مثولا لهما بثياب بيض وقال أيها الجليلين ما لكم قائمين تنظرون إلى السماء؟ فيسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه ذاهبا إلى السماء. يعني أكو شيء راسل خلاهم يطلعون من هالانتظار والتعجب والدهشة، إنما صار وقت العمل. روحوا لأن الدينونة راح تبدأ بقيامة يسوع. فإذا الحق بشر العالم، لأنه من آمن خلص ومن لم يؤمن يدان. هاي معنى. بعدين يبدي لوقا يحكي لنا شوية على الجماعة التي عن جماعة الرسل الذين راح يتلقون الروح القدس. فذكر أن رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون قريب من أورشليم على مسيرة السبت. سبت ليش مسيرة السبت؟ يعني يوم بس اليهود كانوا يسمعون بألف متر يمشي الإنسان يوم السبت. فهذا مسافة سبت معناته مسافة ألف متر يعني كيلومتر. فلما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها وهم قل عدد أسماء الرسل 12 أشقدم ما 11 ليش يهودا ومعاهم يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. وهي معلوم إخوة يسوع هي أولاد عموميته أولاد خالاته. هذا اللي يعنى بينه علميا يعني ما لأن مثل ما بالقرى كانوا فد بيت ويتزوج الولد ويتزوج الأولاد والولاد أولاد وكلهم يختلطون ولا يمكن واحد ما يعرف الله زين. فإخوة هذول ما تطيق تسميهم يعني أبعاد أقارب بكل معنى الكلمة. زين أول فكرة جدا الكلامين نحن رابط يسوع 12 ولما غاب 12 أكيد عنده فكرة تريد أن نحن نمثل أبناء أصباط إسرائيل الاثني عشر. ولاد من؟ ولاد قولوا يعقوب إبراهيم إسحاق يعقوب. هاي الآباء يعقوب عنده 12 ولد أصغر منه بنيامين. إيش ما مهم الساعة. إذا أراد 12 نمثل شعب الله، هذا الشعب الذي الله اختاره ويريد من خلاله يظهر حبه ومجده. فنحن صرنا 11 ما يصير. فقام في تلك الأيام قام بطرس بين الأخوة وقال هناك جمع محتشم من الناس يبلغ عددهم نحو 120 نفس. زين هاي الجماعة الأولى سدون الموبايلات بلا زحمة غير. أيها الإخوة كان لابد أن تتم آية الكتاب التي قالها الروح القدس من قبل بلسان داود. جاب آية من مزامير مزمور 41 التي قال طبق على يهوذا الذي أمسى دليلا للذين قبضوا على يسوع. راح يجيب راح يحاول يفسر خيانة يهوذا. يعني شيء ما كان مقبول ما كان معقول
صعب ثقيل كان، واحد من الاثنين عشر يسلمني، وفعلا صار. فقد كان واحدا منا ونال نصيبه من في هذه الخدمة على نفس المستوى، وقد تملك حقلا بالإجرة الحرام، باع أطول الرشوة حتى يدل على يسوع هاي 30 من الفضة، فوقع على رأسه منكسا وانشق من وسطه واندلقت أرعاه كلها، وعرف ذلك سكان أورشليم جميعا، حتى دعي هذا الحقل حقل دم، حقل دمخ دم. وقد كتب في سفر المزامير لتصل داره مغفرة ولا يكون فيها ساكن، لكن كتب أيضا هاي لتصل داره مغفرة مزمور 69، شو شلون يستشهدوه بالعهد القديم. وكتب أيضا في مزمور 109 ليتولى منصبه آخر، إذا يعتمدون على العهد القديم حتى يبررون هل الخطوة التي يقومون بها يخلون واحد مكان يهودا، المكان التي تخلى عنها يهودا التي كانت له بالأساس، لكن ما عرف قدره. بدأ يقلم، هناك رجال صاحبون طوال المدة التي أقام فيها الرب يسوع معنا، أكو شباب كل كان معنا يرافقونا بس في إمام الاثني عشر منذ أن عمل يوحنا إلى يوم رفع عنا. فيجب إذا شوفوا الشرط أن يكون واحد كان شاهد على الأحداث من البداية إلى النهاية، فيجب إذا أن يكون واحد منهم شاهدا معنا على قيامتي حتى يقول أشهد أن الله أقام يسوع. فعرضوا اثنين منهم هما يوسف الذي يدعى برسابا ويلقب يسطس ومتية اثنين، ثم صلوا فقال أنت أيها الرب العليم بقول قلوب الناس أجمعين بين من اخترت من هذين الاثنين ليقوم بخدمة الرسالة مقام يهودا الذي تولى عنها ليذهب إلى موضعه. ثم اطلع من القرعة فوقعت القرعة على متية فضم إلى الرسل الأحد عشر. بس هل راح يعملون هذا كل مرة يموت واحد من الرسل؟ أبدا لا. هون شغلة غادوا بس أن خلينا نقول يعني كأنما رسميا نرجع مثل ما كنا مثل ما رادنا يسوع نمثل أسباط إسرائيل 12 لأنه نحن شعب الله الجليل السنة المؤمنين بيسوع. فإذا كرمز لوحدتنا هل الشيء ورثناه من يسوع أن نكون 12 نؤدي هاي الرسالة. زين هالساعة قد حضر نفسك ندخل بالمعمعة. نحن الفصل الثاني لما أتى يوم الخمسين هاي من هوني من البدوي وقفنا أشهر خمسين خمسين شيء عليش أكو عيد لا عيد العنصرة عيد العنصرة عند اليهود وعيد كان عيد الفصح وعيد العنصرة وعيد الأكواخ هذول ثلاث أعياد كبرى وكان يسموها أعياد الحج يحجون بها إلى أورشليم اليهود فكل واحد عنده مدلول فصح نعرف الحمل ذكرى الخروج من مصر وكل هاي شغلي كبير راح يظلون يتذكرون ما عملوا الله معانا هو الذي أخرجنا من أرض مصر هو الذي جابنا إلى الأرض ميعاد عنصرة تعرفون إيش كان عيد يحتفلون بينه بالعهد الذي عمله الله مع شعبه أنا إلهكم أنتم شعبي من جاء إلى الصحراء جبل سيناء وموسى باختصار زين فإذا كان يحتفلون بهذا العهد يعني صار معاهدة بينه وبين الله الله راح يظل أمين معاه بس منه عارف منه يخون العهد الشعب راح طول يشوفون تاريخه في الخروج في سفر الخروج طول الوقت يدمرون حتى على كل موسى ليش طلعتنا
حتى اللي يموت هوني بالصحراء. يا ليت ضمين على ذاك البصل والثوم مال مصر، ما نجي هوني نريد لنا اكل ماكل ولا ماي. شوف يعني هذا الشعب، في حين الله راح يظل ثابت في اختياره وفي حبه. المهم هم يعفي عنهم وبالاخير يعطي لهم الخبز. اعطاهم خبزا من السماء راح تفكرون بها. العهد الجديد ذاك الخبز الذي اكله اباؤكم في البريه وماتوا ان ياكلوا من هذا الخبز. يعني شوف دائما الارتباط بين العهد القديم والعهد الجديد. هوني اذا في البريه صار هذا العهد، انا الهكم وانتم شعبي. لازم المعاهده لازم اثنين ويلتزمون بها. فدائما الخيانه تجي من الشعب والامانه من عند الله. هذا التاريخ كله تهاب منه. احشمون عشان يصلون مع يسوع نفس الشيء. اذا هذا يوم الخمسين اختاروا هوني اختاروا لوقا خصيصا حتى يحط بينه حلول الروح القدس. هسا تستغربون اذا قلت لكم تقرون في الانجيل يوحنا انت صعب تطلع ما يوحنا يطلع يوحنا انت الشيخ ما على بالي يوحنا ايش كتب هنا؟ يوحنا طلع لي فصل 20 هلا طلع شاطر ليش يقول عليك هيك ما أبونا لايف بعدها. هذا ضريبة اللايف. قلت لكم ما غيت حتى أحكي براحتي وأخذ عليكم نكات كثير كنت أحكيها ضمن المحاضرة. صحيح فصل إذا 20 آية 21. جاء يسوع في يوم الاحد او يوم الاول من الاسبوع. التراي في انجيل يوحنا ما موجود غير الانجيل. فقال لهم السلام عليكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا ايضا. وقال هذا ونفخ فيهم وقال خذوا الروح القدس. هاي الشوك من نفس اليوم يوم القيامه. ما انتظر 50 يوم حتى يقضي. الله ما عنده زمن خارج الزمن. ايضا نفهم من انجيل يوحنا ان كل شفتهم ان الروح القدس هو هبه يسوع القائم من بين الاموات. يعني يهب الروح روحه لتلاميذه حتى يكون يواصلون رسالته. ملعب كان محتاجين الى هذا الروح. ففي انجيل يوحنا يخلينا يحصلون على الروح في نفس اليوم. لوقا خلانه بعيد العنصره 50 يوم بعد الفصل. لا تقول 50 يوم بعد القيامه ابدا. ما هذا نعيده هسه كمسيحيين نعيده 40 بعد القيامه عيد الصعود. وتعرفون للقرن الرابع عيد الصعود كان يعيدون مع عيد القيامه، ما كان هو عيد الصعود. أنت تعرفون أنه كانوا يفتهمون أحسن مني. يعني ما كانوا يميزون بين الصعود والقيامة سوا، بالحقيقة وجهين لنفس الحقيقة. أقامه أصعده أو رفعه. وجهين لنفس العملة. احسبوا عملة نقدية صورة وكذبة. نفس العملة. فعلا وجهين لحقيقة. وسأصير ثلاثة وجوه لحقيقة واحدة. الروح القدس راح يكون الوجه الثالث لنفس الحقيقة. زين فإذا خلانهم هذا اليوم الذي الناس اليهود يحتفلون بينه بتجديد العهد مع الله. يعني يظلون يجددون في القرن الثالث. هذا صار عيد كلش كبير. كل الشعب يجدد عهده مع الله أن نكون أمين، ما أخونك، ما نتركك، ما نتخلى عنك من أجل صعوبات تجينا أو حروب رأسا وإحنا بذل الأصنام. هذا كان يصير في تاريخ بني إسرائيل. نعم وخصوصا لما صارت الملوكية وملوك يجيبون هذا السموم الحريم فشغلات كلها تصير ذيلة في التاريخ. فلما يصير شوية حملة تجديد يلا نبقى أبناء نجدد العهد مثل ما قلت نحلف
لأنه أبدا نموت وما نخلف بالعهد. فالعيد عيد مهم. شوف هذا اليوم لو خضاد يخلي حلول الغربات. كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوي وكريح عاصفة، فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار، كأنها من نار. انقسمت فوقف على كل منهم لسان. هذا أسلوب يسمونه أسلوب رؤية، لكن شيء تأخذونه نفس الأسلوب نفس المستوى. لما كتب البدوي هذا أسلوب يسمونه تاريخي، ليحكي على طريقة الكتاب اليونان، مثل ما أخذ غير الكتاب وأنا زي رايت وأنا أكتب، هذا أسلوب تاريخي يسرد يسمي. هوني أسلوب رؤيوي يخلينا ندخل في عالم الله، عالم سيناء. جبل سيناء هذا الجبل المدخن والعليقة والأصوات والرعود في زمن موسى، شو يظل يرجعنا على هذا. فهوني دوي كريح عاصفة ملأ جوانب البيت، ظهرت لهم ألسنة كأنها من نار، انقسمت ووقف على كل منهم لسان. المهم كل هاي الظواهر الخارقة يغيث قلنا فغش، وامتلأوا كلهم من الروح القدس وطفقوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلم. هاي قصة وافية أنه هالتلاميذ الخايفين المترددين بعد ما تستوعبوا كل الأشياء يجي الروح حتى فعلا يلهمهم ويكشف لهم حقيقة ما عملوا الله مع يسوع. أقامهم من الأموات، جعله ربا ومسيحا، وعلينا أن بدونه ماكو حياة، صار هو سيد الحياة. فإذا حل الروح القدس حتى يعطيني بهالشجاعة والجرأة. وبعد راح لازم تتذكرون في إنجيل يوحنا يحكي كثير عن الروح القدس في كلامات في خطابات يسوع الوداعية، خمس فصول هي فصول وداعية يسوع قبل العشاء أشقل يفتح أشياء ويحكي كثير عن الروح القدس الذي راح يستلمونه يتلقونه التلاميذ ويصير لهم الشجاعة والجرأة أن يتكلمون. ما لعب هذا فتوش ناس وصفاء صيادسان جهال وما مستوعبين أشون يتسلمون هكذا رسالة كبرى يعلنون بشرى قيام يسوع الناصر المصلوب. فما ممكن إلا ما يكون روح يذكرهم كل شيء قاله يسوع، يفهمهم الحقيقة كلها هاي موجودة في إنجيل يوحنا. يأتي الروح القدس ليذكركم كل ما قلتم له ويوصلكم إلى الحقيقة كلها. فإذا عمل الروح هو شيء عمل جبار يخلينا فعلا ندخل في سر الله، ندخل في حقيقة عمل الله، نفهم أن الله أقام يسوع. إذا معناته هذا صار تماما هو الكل في الكل. راح يقول الله هذا ابن الحبيب عنه رضيت، هاي معناته. وبعد يقول شيلك هذا ابن الحبيب له اسمعه. قبل كم يوم عيدنا التجلي، بالتجلي الله يقول كأنما إذا تريدون بخير من السعوايا تسمعوني. هذا عاد كلام، هذا عاش معاكم، عاش بالجسد، عاش طبيعته الإنسانية كاملة. هذا تقدرون تستخدمون نموذج هذا ابن الحبيب له اسمعه، والما يسمع ذنبه على جوابه. هاي مدام قال تعرفون ايش ذكرنا؟ ذكرنا بكلام موسى من قبل ما يموت، قال كلمه كلش حلوه والمسيحيين جبطوا عليها واكتشفوا بها ان هذا من النبوءه عن يسوع. يقول يا موسى سيقيم الرب الاله من بين اخوتكم نبيا مثل له تسمعوا، ومن لا يسمع لهذا النبي يخطأ من هذا الشعب. أشهر تريدون ما يجدون على هذه الآية ويحقوا يشوفون فيها حضور المسيح الكامل في هذا النبي الأخير. هذا الكلمة الأخيرة النبي شنو؟ الكلمة الله الأخيرة يعني. يسوع هو نبي الأزمنة الأخيرة.
بدوا يتكلموا، شوفوا حتى هاي ظاهرة التكلم باللغات هم لازم تفهموها شوية بانفتاح أكثر. الهدف أشي يريد يقل لنا، ما يريد يقل لنا أنه راس السينما بدأ يلعب بحلقهم ويتبدل من لغة إلى لغة، من لغة إلى لغة، يصيرون بلوسول هاليك شموا هاي ما عرفش الترجمة العربية. يعني الذي يتحول من لغة للغة أشرف فد لبلبان يكون ما أكوه بالشيء. فإذا ما هي هاي الظاهرة؟ الظاهرة اللي يريد يقولها لوقا أنه بقوة الروح قدروا يحملون بشرى إلى العالم، إلى الأمم، وخصوصا الأمم التي مثلا شنو اليهود الذي كانوا في الشتات دياسبورا، ها اليهود كثير مشتتين بالعالم كله، انطاكية، اسكندرية، روما، كلها كثير تشتت عدة مرات. في العراق هي أول سكان العراق بعد البابليين، ها ما صاروا أسرى في بابل، فإذا هي اللي كانوا موجود هذول من بين النهرين كانوا في يوم العنصرة. يذكرنا بهم، يذكر كل الأمم اللي كانت موجودة في هذاك اليوم. إيش غايته؟ الحمد لله نحن من ضمنهم، يعني كان يهود من بين النهرين كل راحوا على 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 أورشليم حتى يحجون في هذا العيد. أوكي؟ نطلب منكم أكثر مرات أشوف أنا تعرفون أطلع بالعيون مليئة. إذا شيء مثلا شوي صعب أو هذا بس الله يخليك شوي راجع لي قيمة ما عملت الأخذ. فلا تخاف لأنه ما بيبقى يظهر شيء غامض، لأنه من يصير غامض يبقى راح يزداد يضعف ويغلط اثنين في اثنين في أربعة في أربعة وإلى آخره. فلا تخاف زين؟ بس توضيح صغير إعادة تفضل شوفي صار شجاعتك. يوم مكان قلبي الصعود صار هو وجه للقيامة، يعني هذا الذي الله أقامه هو الذي رفعه ومجده وأصعده إلى مجده. وتعرفون بس لوقا جابها أصلا، هاي الصعود ما موجود في الإنجيل. لوقا مريدي إيش يقول؟ يفصل الأشياء يوضحها أكثر، فوضح لنا هذه الطريقة. عملة ذات وجهين، وجه القيامة وجه الصعود. فتش أوكي؟ أحس عن شوف الروح القدس حلول الروح هو الوجه الثالث لنفس الحقيقة. يعني هذا الذي أقام يسوع أصعده مجده أجلسه عن يميني أرسل روحه للتلاميذ حتى يكون يحملون البشرى إلى العالم، إلى العالم أجمع، وتكونون لي شهودا في الى اقاصي الارض. بما قول بما حل بما عقل بما فهم غير لغات شيء يفتح اذهانا. ولهذا كثير مرات في الانجيل ايضا يقول وفتح اذهانهم ليفهموا الكتب. هذول التلميذين عماوس ما تذكروها شويه ما بالطريق وكيش يسالونه ما التغريب عن اورشليم ما تعرف ايش دعوه معود قلب هذا يسوع الناصري هذا ما يفتح. يبدي يسوع يقلنا الإنجيلي أول شيء رزلم. نعم رزلم يا يثول يسوع قال. فأنا من أقوله ما أستحي منه. يا قليلي الإيمان وثقيلي الفهم. ثقيلي الفهم أشياء أكثر من البلد ما بلداء يعني زي أغبياء. أما كان ينبغي للمسيح أن يعاني هذه الآلام ويدخل إلى مجده؟ وآخر يفسر لهما من موسى إلى كل الأنبياء إلى المزامير وكل الكتب. يعني شوف معناته كأنما عمل لهم دورة كتابية أخذ بها كلها من التوراة ونزل على الأنبياء ونزل المزامير والكتب المقدسة الأخرى، أعاد قراءة الكتاب المقدس في ضوء الحقيقة. وهذا الشيء اللي عملنا الرسل. لا فهموا بالأخير لما أشوقت فهموا لما جاء قاعد بعض لما تجلبوا بيلو على الآيدة أخذ الخبز وكسر وشكر وأعطى. هاي حركات يسوع
اكتشفوا فيه اذا هو يسوع القائم من بين الاموات ودريم معلوم دريم لان ما بقى يحتاج وصلهم الى 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 حقيقه ذاته. وهي في الوقت نحن زين نصل الى هذه الحقيقه في كل اخرستيه في كل قداس اكيد اننا نذكر موتك نعترف بقيامتك ننتظر مجيئك الثاني. فإذا هاي طائرة الأسئلة ما حاجة نطول بها ونضيع وقت. إذا الهدف منا هي أنه يوصلون البشرى إلى كل الناس من كل الأقوام من كل الأجناس أيا كان حتى عرب شوف حتى عرب كانوا موجودين في في هذا اليوم. لكن أشطر آية 12 وكانوا كلهم دهشين حائرين يقول بعضهم لبعض ما معنى هذا؟ شوف خوش حال ما معنى هذا؟ خوش سؤال على أن آخرين كانوا يقولوا ساخرين قد امتلأوا من النبي فكرتين رد الناس انطباعين ردة فعل مختلفة منهم يقولون أنه هذولي بس يسألون إيش ما معنى هذا؟ من الدواء المعنى وراء هذه الحادثة وراء هذا المشهد ناس آخرين هذا سكارى أحقلهم بطرس يسكر يسكر بالليل ما ليها الساعة ليها الساعة يسكر بالليل أتوى حد يسكر بالنهار هذا كصار مدمن يعني يسكر يشرب يشرب بالليل الساعة شو وجه يقل فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وكلم الناس قال يا رجال يهودية وأنتم أيضا المقيمين في أورشليم لأن جايين من كل مكان وأعلموا هذا وأصغوا إلى ما أقول ليس هؤلاء بسكارى كما حسبتم فالساعة هي الساعة التاسعة من النهار مرات شوفوا الساعة الثالثة هي عادة التاسعة صباحا لكن هذا هو ما قيل بلسان النبي يمكن راح يجيب لهم آية من سورة يوئيل النبي ويفهمهم ايش معنى هذه الظاهره سيكون في الايام الاخيره يقول الله اني افيض من روحي على كل بشر فيتنبا بنوكم وبناتكم ويرى شبانكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما وعلى عبيدي وامائي ايضا افيض من روحي في تلك الايام فيتنبأوا واجعل فوقنا عجيبا من السماء وسفلا آيات في الأرض ودما ونارا وعمودا دخان فتنقلب كل أسلوب رؤيوي وتنقلب الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يأتي يوم الرب اليوم العظيم المجيد يوم الله يوم الدينونة كانت فيكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص إذا استخدم نبوءة يوئيل فصل ثلاثة تقول بالعهد القديم فصل ثلاثة من واحد إلى خمسة جاب لهم هالآيات حتى يوضح ويشرح ويفسر هاي الظاهرة لا نحن ما سكر القصة هاي أن الله يفيض روحه على كل بشر فأفاض روحه عليه يا بني إسرائيل بعد ما جاب الآية اسمعوا هذا الكلام بطرس هذا بطرس الخواف قال له ما اعرفه بس تعرفه ما الكرب ايه هو نفسه هذا بطرس وين هاي الشجاعه منين جبتوا هاي ان يسوع الناصري ذاك الرجل الذي ايده الله لديكم بما اجرى عن يده بينكم من المعجزات والاعاجيب والايات كما انتم تعلمون كلكم تعرفون ايش صار من احداث ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق فقتلتموه يحمل من المسؤولية إذ علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين أيدي الجنود الوثنيين قد أقامه الله أكو أحد يقول مرت له يسوع قوم نفسه طيق ما يصير كتابي واضح هذا عمل الله دير بالك تكون غير شيء ما في اجيبه من جيب لما قاوم نفسه شنو هذا عمل يا
كانما عمل عجوب قوم العازر، العازر ظل حي رجع مات. هل قيامة يسوع مثل قيامة العازر؟ طبعا لا. فإذا هاي من نوع آخر، قيامة ما بي زوال، يعني دخل في حياة الله، صار هو حي مع الله الحي، دخل في حياة الله. إذن أقام الله وأنقذه من أهوال الموت، فما كان ليبقى رهينها، لأن داود يقول فيه شو كل آية شوية ويجيب له دعم من العهد القديم. هاي مزمور 16، كنت أرى الرب أمامي في كل حين، فإنه عن يميني لئلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وطرب لساني، بل سيستقر جسدي أيضا في الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في مدح الأموال، ولا تدع قدوسك ينال منه الفساد. قد بينت لي سبل الحياة، وستغمرني سرورا بمشاهدة وجهك. شلون آيات رائعة من مزمور 16، فجابك كدليل كبرهان يدعم هذه البشرة، هذا الإعلان الإيمان. أيها الإخوة، بعد ما خلص يكمل يبني عليها ويروح يتعمق أكثر. يجوز لي أن أقول لكم صراحة إن أبانا داود هذا الذي حكى هذا الحكي مات ودفن وقبره ذاك هو موجود، على أنه كان نبيا وعاليا، بأن الله أقسم له يمينا ليقيمن ثمرا من صلبه على عرشه. هذا الذي الله قال له لن يزول عرشك أبدا، زين، فرأى من قبل كأنما شاهد مسبقا قيامة المسيح وتكلم عنها، فقال لم يترك في مدوى الأموات ولا نال من جسده الفساد. يعني ضبط التضبيط بحيث اعتمد على كلمات داود حتى يؤكد على حقيقة قيامة يسوع بعمل الله. فيسوع هذا شو من جديد قد أخذه الله، ونحن بأسماعنا شهود. فصار تهمنا شو شهود؟ ما شهود معنا شفنان وكيقون أبدا 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 أبدا. إذا واحد ما متأكد منها هاي خلي يعني أشرح له أكثر. أكرر ما؟ دللي ما يخاف أنت من جماعة بغداد القديمين. زين. أنا ما أصدقائي ما بس من الموصل ولا بس من القرى، بس من كل مكان. فيسوع هذا قد أقامه الله ونحن جميعا شهود على ذلك، يعني نحن شهود على ما صنعه الله مع يسوع إذ أقامه. إذا نريد نفتهم الحقيقة، الله كشف لهم هاي الحقيقة، ما هي بذراعه، ما هي بقوته، فهموا هاي الحقيقة، زين؟ فإذا هم شهود على ما فعله الله، وفعل الله ما ينشاف، فعل الله ما ينشاف، مثل ما نقول بالتعبير المصلاوي أو الدارج، الله ما حد شافه، بالعقل عفونه، ما تبتحكون؟ فإذا ما تشوف عين، تشوف إيمان. هسه نشوف قصة التومة بالضبط هي حتى تودينا إلى الحقيقة، أنه لا تكن غير مؤمنين بل مؤمنة. هذاك الوقت نزل سلاحه، أحنا رأسه أمام الحقيقة، ربي وإلهي. ولهذا صارت أن التومة، أنت لأنك رأيت آمن، تومة لمن رأى ولم يفولك وآمن. وشوف يعني معادلة، كنا نريد نشوف حتى نؤمن. قلب يوحنا، قلب يوحنا الإنجيل، أشهر نؤمن حتى نشوف. ما قدم كلمتكم ما ملي ما رابع عليك. واضحة؟ ما نريد نشوف حتى نؤمن. هذه قضايا تخص حياة الله، عالم الله. هذا عالم الله ما يشاب إلا بالإيمان. أشوق شفت يا الله بعد ما عملت، شفت الله في الإيمان في أعماقي، ما 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 أقدر أقول، بس أقدر أقول شفت الله وتكلمت معه وتكلم معه، بس كلها خبرة إيمانية، ما هي شغلة حسية. فنفس الشيء نؤمن، لما نؤمن نفتح عيوننا ونشوف حقيقة
الحقيقة الإيمانية المنطوية على هذه على هذا على هذا القيام. نعم قول. كل شيء ما فهموا براسكي العزيز، كل شيء ما فهموا ولا عرفوا الدعوه، اكلوها اكلي من هاي الحال، كل نزلت معنوياتهم انهزموا. لوق مرقس يقول النية هزموا كل تم وتركوه يسوع في هاي الحال الصعبه في اخر حياته. شوف ما اكبر مكان واحد هسه، ما هو هذا، خايفين منهزمين. زين من هو حيجمع؟ الروح، الروح الذي راح يلهم ويكشف لهم انه الله اقام يسوع. هذا هاي الحقيقه كشفها الله، قبلوها في الايمان، فتحوا ذهنهم لها، قبلوها في الايمان. هذاك الوقت بدوا يشوفون، بدوا يتذكرون الشيء، وهذا ضخم عندنا لما كان يقول فلان شيء. طلع يوم السعينين عبد يوحنا الجيدي عم يجيب هاي الحادثة، طلعوا هتفوا وشعنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، مباركة المملكة داود بينا. يقول ولم يفهم التلاميذ ما يصير. لما تمجد يسوع افتهموا أنه كان يعملون لهذا الملك الآتي باسم الله لخلاص بني إسرائيل. فإذا في وقت كل شيء ما فهم. الروح هو الذي عادل وعادل وحدهم، ولهذا اجتمعوا سوية، ولهذا عملوا واحد مكان اليهود، ولهذا المشهد مال الحلول هي يخلينا نتأكد نتيقن بأن الروح عمل معجزة في حياتنا. فسلم حقيقة موت يسوع، موت يسوع كان شيء لغز، لغز كبير. شنو؟ هذا الذي يعمل هالأعمال، هذا الذي يتكلم هالكلمات، هذا الأمثال، هالمعجزات، هاي كان يجوها معلق على خشبة؟ شيء صعب ينفهم. لا شو مجبور أحكيكم على بولس كلمتين. بولس نفس الشيء، بولس يا فريسي ما يقدر يستوعب أنه يسوع الناصر المطلوب هو المسيح. هذول المسيحيين يقولون هكذا، هذول مضللين، لازم احاربهم. تعرفوا القصه كلها، تقرأوا في سفر الاعمال فصل 9 فصل 22 فصل 26 ثلاث مرات تجي هاي القصه مال بولس. زين لما الله يكشف له ورك شنو انت، منو انت؟ انا يسوع الناصر الذي انت كنت تطهره. انصعد راسا زدت الساحة، ماذا تريد أن أعمل؟ روح كمل طريقك ويخال لك وكمل. وهونك تعمل، وهونك بدأ يبشر أن يسوع الناصر المصلوب هو المسيح. هذاك الوقت في هذا الحقيقة صعب كانت تفهم، معلق على خشبة، ملعون من الله، يعني يكون هو ابن الله، هو المخلص، هو الكل في الكل، شيء ما سهل. فلازم نقبل أنه الروح اشتغل شغل كبير في فهم، في فكر التلاميذ، في قلب أنهار قلب فتح، قلب فتح أذهانه حتى يدركون هاي الحقيقة الكبرى التي كانوا ما ممكن يتخيلوها ولا يتوقعوها. ما في توقع، دير بالك، ما في أي توقع لقيامة يسوع. إذا أريد أن نتعمق ما عندنا وقت، ما هو هذا الوقت. خلص أشنو؟ يسر أشكر. يعني هاي ما محاضرة مثل المحاضرات العادية. أبونا عندنا هواية أسئلة، سو وعندنا عشر طبعات. سو هاي سو ما نتكلم. أوكي اسمع لي الأسئلة. زين بس ضيعت وقت بهاي الأسئلة. بشار لك هي غير وقت. ما تخلي نحكي شيء ولا واحد. إيه لا أنا لا هالشيء يحكي لا ما حد. هذا بس سؤال حتى اوضح، لان اكيد اكو شيء. لا ما يتحول. لا ما بس اذا ممكن حتى لا.